سلسلة ما وراء الطبيعة للدكتور أحمد خالد توفيق، رواية مصاص الدماء وأسطورة الرجل الذئب. الفصل الأول، ليلة رهيبة. كنت في ذلك الوقت شابا في 35 من عمري، لا أعرف شيئا عن عالم ما وراء الطبيعة، وكنت أؤمن أن العلم قد عرف كل شيء. كنت ساذجا بالطبع. سافرت إلى بريطانيا لحضور مؤتمر أمراض الدم الذي يحضره نخبة من أساتذة هذا العلم في العالم كله. لكن كما هو معروف ليست محاضرات مشوقة إلى هذا الحد، وقد قضيت في ذلك اليوم 4 ساعات من أسود ساعات حياتي أصغي لكلام كثير عن سرطان الدم وأنيميا البحر المتوسط و و و كان الأطباء الجالسون قد أصيبوا بذلك النوع من الملل والتعاسة والتجمد الفكري الذي أوثر أن أسميه ذهول المؤتمرات. كانوا جميعا قد فقدوا الإحساس بظهرهم وأطرافهم، وتحولت أردافهم إلى جزء من المقاعد، وبعضهم أخذ يجري الوقت في الحديث همسا وهم يضعون أيديهم على أفواههم كتلاميذ المدارس. انتهت المحاضرة والدكتور إيه قال شكرا، وللحظة لم يصدق هؤلاء البؤساء آذانهم، لكن الرجل كان قد انتهى بالفعل من المحاضرتي الطويلة. من ثم تعالت تنهدات العرفان بالجميل وبدأوا يصفقون له شاكرين. كان المحاضر كهلا وسيما اسمه ريتشارد كامينجر، قابلته في مصر أكثر من مرة وانبهرت به بشدة. كان شامخا مهيبا عصبيا مغرما بالتاريخ والفن، وكان يعشق تاريخ الفراعنة، وكانت هذه نقطة تلاقينا. بعد المحاضرة قابلته على الفور هش وبش لي، وبدت السعادة على وجهي، بل إنه صافحني وهو شيء غير معتاد من الإنجليز. ثم إنه سألني عن رأيي في المحاضرة، فكذبت عليه في كياسة قائلا أنها رائعة، دعاني إلى بيتي الريفي في يوركشاير لأنني كما قلت إنسان متحضر وشديد الإخلاص للعلم. لهذا وكما علمتنا التقاليد الإنجليزية الصارمة، وجدتني أجتاز مدخل حديقة البيت الإنجليزي الجميل في تمام 7 مساء، وكان القمر يرخي ضوءا هادئا رقيقا على غصون اللبلاب المتدلية فوق سقف البيت المنحدر. وفي الحديقة كنت تشم روائح غير مألوفة لزهور لا تعرف اسمها، وفي الداخل كان البيت أنيقا بسيطا، بيت أسرة كاثوليكية متدينة. وفي قاعة الجلوس كانت هناك مجموعة كبيرة من الصلبان الأثرية ولوحة كبيرة للعشاء الأخير، وكانت زوجته في منتصف العمر مهذبة رقيقة، أما ابنته كاترين فكانت مراهقة لكنها أكثر تعقلا من سنها. وأدركت كم هم متدينون حين تلوا قبل العشاء صلاة المائدة. من ثم شعرت بالخجل من نفسي لأني نسيت البسملة على الطعام قبل أن أبدأ بالأكل. تمتمت أن بسم الله أوله وآخره وشرعت آملا، وبدأت أملأ بطني من الأصناف الجميلة للمنظر شنيعة الطعم التي عرف بها المطبخ الإنجليزي في أوروبا كلها. بعد العشاء وفي حجرة المعيشة المريحة، جلس دكتور ريتشارد جوار المدفأة يدخن غليونه ويرشف القهوة في استمتاع، وقد بدا لكلينا أن الحياة لن تكون أبدا أروع مما هي عليه الآن. قال دكتور ريتشارد: كيف تشعر وأنت من سلالة الفراعنة هؤلاء العباقرة؟ ابتسمت ولم أدري بماذا أرد، فغمغمت بالندم والحسرة لأني لم أحفظ حضارتهم، وكل ما اكتشفوه أحيانا يخيل لي أنه لم يعد هناك ما يمكن اكتشافه بعد كل ما اكتشف العالم حتى الآن. أعتقد أن زمن الكسوف قد ولى وبدأ زمن التطوير، وهنا يبدأ دور رجل علم مثلي يؤمن بعلم ما وراء الطبيعة، ويؤمن أن كل أسطورة لها أصل ما لم يحاول القدماء أن يتوقفوا عنده، وهكذا نفتح أبوابا جديدة. وجال ببصري في الحجرة الخالية ثم همس: خذ عندك أسطورة الكونت دراكولا، إن أحدا لم يحاول أن يتأمل فيها. كانوا يبحثون في الكهرباء والموجات الكهرومغناطيسية والانشطار النووي والمضادات الحيوية، فلم يتوقفوا عند هذه الأسطورة أبدا. هنا يأتي دور رجل علم مثلي يؤمن أن هذه الأسطورة لم تأتي من فراغ، ويتوقف لحظة عندها. هناك شواهد تاريخية عديدة ومريبة، الدم هذا السائل الأحمر الغامض رمز الحياة والموت معا،
خذ عندك طقوس شرب الدماء في الهند، المومياوات ذات الأنياب التي وجدوها في الصين، ومآدب أهل سبارتا التي كانوا يحتسون فيها الدم الممزوج بالخل والتوابل، ودماء السلحفاة البحرية التي يشربونها لعلاج الروماتيزم في جامايكا، وكتب السحر في العصور الوسطى، وكلها تتحدث عن طرد مصاص الدماء كقضية مسلم بها. وهنا نبدأ بمرونة فكرية، نجزم أنه في وقت ما في مكان ما تواجدت مخلوقات كابوسية تعيش على الدماء مثل دراكولا. كان هذا هو صوت كاترين، وكانت قد دخلت الحجرة لتوها فسمعت آخر جملة، وسرعان ما اعتذرت بأنها ترغب في الصعود لحجرتها. قال دكتور ريتشارد: هكذا أفضل، هناك أشياء لا يجب قولها أمام النساء، أنت تفهمني. واتجه نحو النور الكهربائي وأطفأ، فساد الظلام في الحجرة فيما عدا نور المدفأة الهادئ الخافت، وقال بطريقة درامية مؤثرة: هكذا يكون الجو مناسبا لهذه الأحداث الرهيبة. أحسست بالرشفة تسري في ظهري، وكان منظر لهيب المدفأة يذكرني بالمشوار الذي ينتظرني بعد هذه الأمسية بالعودة لفندقي. البرد والخوف. توقف دكتور ريتشارد أمام إحدى اللوحات المعلقة يتأملها على ضوء المدفأة المتراقص وهمس: لقد بحثت وبحثت لسنوات طويلة مع أحد رفاقي من علماء التاريخ، واليوم أستطيع أن أقول أننا برهننا بالدليل المادي على وجود الكونت دراكولا. دوت الكلمة الكابوسية في الظلام فأشفلت لها في مقعدي، والواقع أن دكتور ريتشارد كان مخرجا مسرحيا رائعا. القصة كما يعرفها كل الناس هي قصة ذلك الكونت الذي عاش في ترانسلفانيا في القرن 14. كان شريرا بكل ما في الكلمة من معاني، ولكنه لم يكن من الموتى الأحياء، إلا أن كاتبا نشطا أسماه دراكولا أي الشيطان، وخلده برام ستوكر في قصته الشهيرة التي لم يزل الناس يرتجفون منها حتى اليوم. ثم السينما العالمية، فينسنت برايس لون شاني. ليكمل الصورة، اليوم أقول أنا أن دراكولا وجد فعلا كما صورته القصص دون أي مبالغة. الفصل الثاني، خادم الكونت. قلت في حماسة: لكن كلينا رجل علم، وكلينا يعرف أن ما لا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يعقل هو ببساطة غير موجود. ابتسم دكتور ريتشارد في ثقة وقال، وبعد أن اتجه نحو إخوان في ركن الغرفة وفتح درج أخرج ظرفا ممتلئا ناوله لي وقال: اقرأ هذه الأوراق قبل أن تتحدث عن العلم. قبل أن أرد دخلت علينا ميسيس كامينجر بشة الوجه، وبإنجليزية حاولت أن تجعلها راقية. شكرتها على العشاء، ثم بدأنا حديثا عن الطقس، ثم أطريت بيتهم وأبديت إعجابي بلوحة العشاء الأخير المعلقة، فشرعت تشرح لي قصة اللوحة، ونظرات الدهشة المرتسمة على وجوه الحواريين. هل تعلم سر تشاؤم الغربيين من سقوط الملح على المائدة؟ فززت رأسي معترفا بجهلي. قالت: لأن يهوذا الخائن مرسوم في اللوحة، وقد انسكب الملح على المائدة أمامه. هل ترى وجهه؟ هذا وجه ارتسمت عليه كل خطايا البشر، إنه خاضع للشيطان لكنه مستسلم لهذا ولا يجد سبيلا آخر. كنت في هذه اللحظة قد دخلت في عالم اللوحة، لكني كذلك كنت أفكر في المسافة الطويلة التي تفصلني عن الفراش الدافئ وقراءة هذا المظروف الذي أحمل. وحين عدت للفندق تمددت في الفراش وتأملت المظروف التي أعطاني دكتور ريتشارد، وكان مليئا بأوراق قديمة وصور فوتوغرافية. كانت إحدى الصور لقصر أثري غريب، وأخرى لتابوت رخامي مغلق، ثم صورة لشيء لم أفهم ما هو، ثم صورة للوحة زيتية تمثل رجلا ملتحيا طويل القامة. أما قطعة الورق الصفراء المهترئة فكان بها خريطة مرسومة بحبر أسود لقصر مجهول به سراديب سميت بأسماء سلافية لم أعرف حتى كيف أقرأها. الغاز كثيرة جدا. أخيرا ورقة بالإنجليزية بخط دكتور ريتشارد تقول: لقد بحثنا شهورا في سراديب قصر الكونت دراكولا في ترانسلفانيا، و
وهو الذي منعت السلطات السياحة من زيارته لأنه أهل للسقوط في أكثر من موضع. وأخيرا وجدنا الخريطة المرفقة والتي دلتنا على توابيت عائلة الكونت في سرداب قديم مليء بالأتربة والوطاويت. وقد فتحنا التوابيت كلها حتى وجدنا موميا الكونت، وعلى صدرها وجدنا صندوقا عاجيا فيه رسالة كتبها خادم الكونت للأجيال القادمة. أكتب هذه الرسالة لمن يأتون بعدي كي أحذرهم من خطر دائم شنيع. لقد اختار الشيطان هذه المنطقة التعسة مهزلة. إن دراكولا هو أول مصاص دماء يولد في هذا البلد. إن سيد الكونت معروف بين الفلاحين بقسوته وطغيانه واستخدامه جيشا من المرتزقة لفرض سلطانه. كل هذا جعلهم يسمونه الشيطاني أو دراكولا. بدأ الكونت في كل مساء يشرب مزيجا لعينا من دم الخنازير والنبيذ والتوابل بدعوى أنه يعيد الشباب. وبدأ يدرس السحر الأسود ويزداد انهزالا وغرابة. لقد بدأ وجهه يستطيل وصوته يأخذ نبرة عواء الذئب في الليالي القمرية، وصار يخرج في المساء ويعود في الفجر وينزوي بالساعات في بدروم القصر وحيدا. بل إنه لم يعد يأكل، وفي كتب السحر وجدت تفسيرا لحالته. إن هذا المزيج الذي يشربه يقود إلى الخلود بأشنع الطرق. إنه يحيل من، وجايب صورة كده. وقد فتحنا التوابيت كلها حتى وجدنا مومياء الكونت، وعلى صدرها وجدنا صندوقا عجيبا. عنبنا نحطلكم الصورة دي. إنه يحيل من يدمنه إلى خفاش بشري، يتغذى بدماء البشر ليلا وينام في تابوت نهارا، ويموت إذا رأى ضوء الشمس. وكان لابد أن أعرف. صباح اليوم التالي استجمعت شجاعتي ونزلت بدروم القصر حيث توابيت أسرته. كانت رائحة العطن تملأ المكان، والفئران تمرح في حرية تامة. وفي تابوت رخامي وجدت ما كنت أبحث عنه. بين قوسين مكتوب: هذا الجزء غير واضح في المخطوط، لا تنفس. ووجهه شاحب شحوب الموتى، وعلى شفتيه قطرات من دماء لم تجف بعد، وعيناه مفتوحتان تحدقان في لا شيء. اقتربت من شفتي واستجمعت شجاعتي وفتحتها، فوجدت صفين من الأسنان الدقيقة المدببة كأسنان الطواري. انتابني ذلك الربع بل المجهول الذي يشل العقل تماما. جريت في هلع وقد تسلطت علي هذه الفكرة. الأهرب، لا أدري لأين. ونسيت أن أعيد غلق التابوت. إذا غدا الكونت مصاص دماء. لقد أصبح مصاص دماء وصار عالة على نفسه وعلى الآخرين. إذن كان أهل القرية محقين حين كانوا يرسمون الصليب حين يمرون بالقصر. وإذن كان هذا هو سر جثة المتسول العجوز الذي وجدوها قرب القصر ملقاة على الكلأ وفي عنقه ثقبان أحمران. لهذا نزع الكونت الستائر البيضاء والأيقونات، ولهذا كان ذلك العواء الذي يهز القصر في الليالي القمرية، ولهذا عدت لكتب السحر أقرأها. إن مصاص الدماء كابوس، ومن واجبي أن أجد أنا دواء لهذا الكابوس، خاصة أنه لم يمتص دمي بعد، ربما لحاجته إلي. إن قتل مصاص الدماء سهل، فهو يموت من أي رمز ديني. إنه مخلوق رمزي، وجوده رمز ومصرعه يتم بالرموز. الضوء واللون الأبيض والفضة والكتب السماوية كلها تقتله، لكن الطريقة الفعالة هي وتد من الخشب يدق في صدره، ثم تلا صلاة الموتى عليه، وتحذر كتب السحر من أنه كما أن مصاص الدماء رمز فموته رمز. إنه يعود للحياة مرة كل 100 سنة ليعبس في الأرض ويعيسها فسادا. ثم إنه بعد أن ينشر الرعب والموت يقتل على يد إنسان لم يتلوث نقط. وهنا أحسست بشيء غير عادي في الحجرة. رفعت رأسي فوجدت الكونت دراكولا واقفا على رأسي يسد الباب، وهو يبتسم ابتسامة صفراء رهيبة. لقد جاء الليل دون أن أدري. وحين نهض وجد غطاء التابوت مكشوفا، وأدرك أنني فهمت، ونظرت إليه في لعب. لم يعد وجهه يمط بصلة للوجه الذي عرفته. ناباه الفظيعان، بشرته الشاحبة المتجعدة،
رائحة الكبريت التي تتحدث عنها كل كتب السحر. تحرك أمام المرآة فلم أجد له صورة، حتى الشمعة لم تترك له ظلا على الحائط. صرخت: يا إلهي أنقذني! أشفل وتراجع للحظة، فجريت للباب كما لم أجري في حياتي إلى غرفتي. أغلقت الباب بالمفتاح وعلى الفراش أغمى علي، وكان آخر ما رأيته هو مقبض الباب يتحرك، لكن الباب كان مغلقا. نعم، صار الكونت هو خليفة للشيطان في الأرض. إنه مريض وهو يعلم ذلك، ولقد قررت أن أريحه، سأقتله اليوم. كتب السحر قالت أنه سيموت على يد رجل لم يتلوث، وأنا هو ذلك الرجل. أنا القاضي والمدعي والجلاد معا، سأنزل إليه بالخنجر الفضي والشوم، وقبل كل شيء بإيمائي وإيماني الشديد. ولئن كنت ملوثا ولقيت مصرعي، فليعلم من يجد هذه الرسالة ما علمته أنا، ولينتظر عودة الكونت كلما مرت 100 عام، ولينتظر من هو منا على حق. خادم الكونت جيسب ميخائيل في عام الرب 1559. بعد نهاية الرسالة وجدت تعليقا صغيرا بخط دكتور ريتشارد يقول: إنهما وجدا مومياء الكونت على صدرها هذا التحذير للأجيال القادمة، وأن هذا يعني أن الخادم فقاء في مهمته. بس معنى كده برضو أنه هيطلع بعدها بنت سنة. انتهت المذكرات. أغلقت مفتاح الأباجورة وأغلقت عيني لأريحهما في الظلام. إذن هذه الخزعبلات هي ما يشغل ذهن العالم العظيم، وكل هذا الكلام الأبله الذي يقولونه في أفلام الرعب الرخيصة، والهنود والأرسبريطيين ومومياوات الصين، هراء. ومضيت أسلي نفسي بمحاولة تخيل شكل الشر في العالم: غول أحمر العينين، أخطبوط له 9 أذرع. لم أستطع، ولسبب لا أدري لم تفارق ذهني صورة وجه يهوذا في لوحة دافنشي. النظرة التعسة الآسمة، نظرة الخاطئ الذي لا يملك سوى أن يخطئ. ولم أدري كيف ولا متى غرقت في سبات عميق، وجايب صورة وهو بيقرأ الكتاب والرسالة يعني. الفصل الثالث: المومياء. في اليوم التالي وبعد انتهاء جدول الأعمال المؤتمر لهذا اليوم، قابلت دكتور ريتشارد في كافيتيريا المؤسسة يرشف القهوة ويدخن. حييته وقد بدا لي أن الليلة السابقة كانت مجرد شيء سخيف وبعيد جدا. قلب دكتور ريتشارد الكريمة على سطح فنجانه، ثم سألني: قرأت الأوراق؟ نعم. وما رأيك؟ صرحته برأيي في موضعي كله. التمعت عيناه غضبا ووضع فنجانه في الطبق. خزعبلات؟ سلسلة ما أنت تظن أنني وواحد من أعظم علماء التاريخ في أوروبا كنا ضحية لخدعة قذرة لفقى لنا أحد الظرفاء؟ حسن، لقد كلف هذا الظريف نفسه ما لا يطيق، وأعد كل هذه الأوراق، وأعد مومياء، وانتظر سنوات عديدة حتى يخطر لأبله مثلي أن يبحث في هذا السداب حتى يجد هذه الأشياء. يا لها من دعابة! رد عليه: ليس هناك ما يثبت رأيي، لكن ليس هناك ما ينفي. هز رأسه في ضيق، ثم عاد لبروده الموروث وقال: أريد منك أن تأتي إلي هذه الليلة، هناك شيء جديد أريدك أن تراه، نفس الموعد. مرة أخرى على العشاء أجلس أمام نظرات يهود الآسمة. على الناحية الأخرى من المائدة يجلس البروفيسور ماكس لوفارسكي، وهو كما عرفت أنت يهودي. لم يكف لحظة عن الحديث عما عناه في معتقلات النازيين. لماذا خلق الله العلماء مملين إلى هذا الحد؟ بعد العشاء التفت إلي دكتور ريتشارد وقال: إن ما سأريك الآن هو خلاصة بحث سنوات من عمري أنا والأستاذ لوفارسكي. لا أطالبك أن تقتنع، لكني أطالبك، وهذا من حقي، بالاحترام لكل ما ستراه. أضف لهذا أن ما ستراه هو السر، سيظل طي الكتمان. نطق العبارة الأخيرة بلهجة مرعبة، تعمد الضغط على كلمة سيظل، فشعرت بالرهبة وقلت: أعدك بهذا. نهضت معهما إلى القبو، قبو البيت الإنجليزي الأنيق، حيث رائحة الخمر المعتق والعطن ورائحة شيء ما لم أستطع أن أحبها. أزاح دكتور ريتشارد الخيش عن صندوق مغلق في أحد الأركان وفتحه، ثم هتف بلهجة مسرحية: أيها السادة،
ها هي زي مومياء الكونت دراكولا. من العدل أن أقول أنني لم أشعر برهبة ولا فضول ولا شيء على الإطلاق، بل ظللت محتفظا بتعبير رجل العلم الذي لا يندهش من شيء ولكن يهتم به. كانت مومياء عادية، لها كل مزايا وعيوب أي مومياء أخرى: جلد متآكل، خصلات شعر متناثرة، أنف مجدوع، شيء واحد كان مختلفا: الأسنان. لماذا كانت في فك هذا الشيء تلك الأنياب الحادة الشبيهة بأنياب الذئاب؟ ابتسم دكتور كامينجر في تشف وهمس: ما رأيك؟ لم أرد، بل سألت لوفارسكي: كيف استطعتم إحضاره هنا؟ رد: لقد نجحنا في تهريبه بوسائل معقدة، على أنه شحنة أدوات حفر، والسلطات في ترانسلفانيا لا تعرف حتى بوجوده هنا، لهذا لم تبحث عنه أصلا. أشعل دكتور ريتشارد كامينجر عود كبريت وقربه من المومياء، وفجأة انطفأ فهتف: هل ترى؟ ثمة غاز خامل يتصاعد من هذه المومياء. لم أستطع أن أبتلع كل هذا، لكنه واقع. أمامي الآن الدليل الحي على خطأ الافتراضات العلمية، وعلى وجود السحر، وعلي أن أعترف أن كل الأساطير قابلة للتصديق، وعلي. سألت دكتور ريتشارد: لكن لماذا تضيعون كل هذا الوقت والمجهود؟ الحقيقة؟ قالها دكتور ريتشارد ببساطة واستطرد: الحقيقة التي ستهب العلم مرونة لا تقاس، تكفي لاستيعاب الأساطير وكل معتقدات الشعوب البدائية، وتحدث انقلابا لم يشهد له العالم مثيلا. إننا نقف الآن أمام الدليل الحي على وجود السحر. صعدنا لغرفة المعيشة بعد دقائق، وما ينفعش يولعوا فيه خلاص، وجلسنا في صمت حول مجموعة من المستندات القديمة. قلت في حيرة: لم أفهم بعد، ما السر في إطلاعي أنا بالذات على هذا؟ رد علي: أنت مسلم يا دكتور رفعت؟ رد علي: نعم. رد الثاني: وأنا كاثوليكي، ودكتور لوفارسكي يهودي، وهذا سيجعل شهود المعجزة هم نماذج لثلاث أديان. أية معجزة؟ عودة دراكولا. الفصل الرابع، حيث حولي. مد دكتور ريتشارد يده إلى الأوراق وفتح إحداها وشرع يقرأ. تقول المستندات أن مصاص الدماء يعود للعالم كل 100 عام لنشر الفساد والشر، ثم يموت على يد شخص لم يتلوث. وهنا قال دكتور لوفارسكي عابسا بلحيته: إن لدينا شواهد تاريخية على ظهور مخلوقات لها صفات مصاص الدماء، والعثور على جثث رقبتها مسقوبة في الأعوام 1759 و1859، وبشكل أكثر تحديدا في الليالي المقمرة التي يتوازى فيها المشترى مع المريخ، ويمكن القول أنه كان يقتل في كل مرأة. يعود لصورة المومياء التي نراها، وهل كان يعود من تلقاء نفسه؟ قال دكتور لوفارسكي: كلا، بل بمعونة بعض الأوغاد الذي يؤدون بعض الطقوس اللازمة للبعث. وهنا بدأت أفهم، كنا في العام 1959، أي أن هذا هو العام المنتظر السعيد. وفتح دكتور ماكس لوفارسكي ورقة صفراء وشرع يقرأ: أول الطقوس هو أن يؤديها أشخاص بلغ منهم الشر كل مبلغ، أي نحن. قال دكتور ريتشارد: إننا عبيد الفضول العلمي، وكلنا على استعداد لعمل أي شيء من أجل الحقيقة. إن العلم هو ما نحيا من أجله. ثاني الطقوس هو شرط القرن، أي أن تكون 100 عام قد مرت على مسرح الكونت. ثالث الشروط هو شرط القمر، أي أن يكتمل البدر ويتوازى المشترى مع المريخ. الشرط الثاني أو الثالث سيتحققان بعد أسبوع ليلة الأربعاء. الشرط الرابع هو شرط الوطوات، يجب أن يوضع على صدر الجثة مومياء لوطوات، وهذا ليس صعبا. الشرط الخامس هو شرط الدم، بحيث أن يوضع دلو من الدم بجوار المومياء. سأله: دم بشري؟ لم يحدد النص ذلك. وهنا لاحظت شيئا، التمعت عيناي في فخر كأني طفل فاز في لعبة المساكة، وصحت: لحظة من فضلك، التاريخ يحكي أنه في كل 100 عام كان بعض الأوغاد يجدون التابوت ويمارسون نفس الطقوس، فكيف تأتي أن التابوت لم يزل في نفس المكان والرسالة لم تزل ولم تزال حيث يتركها الخادم منذ 5 قرون؟ احمر وجه دكتور ريتشارد فترة ثم همس في استسلام. لقد فاتني التفكير في هذا بالفعل، قال دكتور لوفارسكي: لا
لربما فكر من يقتل الكون في كل مرة أن يترك الرسالة في موضعها للأجيال القادمة. سألهم: ولماذا يحرص من يقتل الكونت على إعادة جثته للتابوت في كل مرة؟ لماذا لا يدفنها في أي مكان؟ لماذا لا يمزقها أو يحرقها؟ نفس اللي أنا سألته. لم أعرف أن قتلت مصاص الدماء منظمون إلى هذا الحد. ساد الصمت للحظات، وأدركت في فخر أن الرجلين يكرهانني في جنون، لكن هذا هو العلم، وهما يعرفان هذا خيرا مني. قال دكتور ريتشارد بعد تفكير: حسنا يا دكتور رفعت، إننا مصممان على التجربة والتي لم يبقى لها سوى أسبوع، فإذا لم تقبل فعلى الأقل قل ذلك الآن حتى يتسنى لي أن أجد عالما أثق به من الجالية المسلمة في إنجلترا. الوقت ضيق كما ترى. من أنا حتى أرفض أمرا كهذا؟ ستكون ليلة الأربعاء ليلة مثيرة بكل المقاييس، هكذا قلت لنفسي. كنت ساذجا كما قلت لك. رد عليه: إذا فلنبدأ، الوقت ضيق كما قلت أنت. لم يكن هناك أي شيء يقنع العالمين سوى التجربة في ذاتها، وكنت واثقا من نفسي أني بدأت أعد العبارات للعزاء التي سأقولها لهما حين تشرق شمس يوم الخميس، والمومياء لم تزل كما هي. مومياء، يا لها من لحظة، لحظة يعرف كل منهما أنه أضاع عمره يطارد وهما، يا للحسرة. كان الأمر واضحا في ذهني تماما. هذه مومياء، قام أحدهم بنشر أسنانها لتبدو كالأنياب، وستظل كذلك. لا أرى الموضوع على أي ضوء آخر. في الصباح جاء جوناثان صبي البقال بلفة صغيرة، اتضح أنها خفاش ميت اصطاده من الكنيسة المهجورة المجاورة، وأخذ جنيهين كاد يطير بهما فرحا. جلست أنا ودكتور ريتشارد نحنط الخفاش في الحديقة مستعملين الفورمالين لنفرض أننا لم نستطع السيطرة على دراكولا حين ينهض، فماذا نفعل؟ مثلا ممكن أول ما يصحى كلهم هم الثلاث. قال دكتور لوفارسكي: إذا نهض. لقد كان مفزعا في العصور الغابرة، عصور الشمعدانات والعربات التي تجرها الخيول والكونتيسات إلى خ، لكنه اليوم سيعود في عصر جديد حيث انشطار الذرة والكهرباء لن يكون سوى مجرد حيوان تجارب ظريف. تطلعوا فعلا أشرار. قال دكتور ريتشارد: سنقوم بنقله إلى معمل مظلم في جلاسكو ونقيده هناك، ثم ندرس كل شيء: تركيب دمه، أنسجته، ضغط دمه، درجة حرارته، وإذا مات سنشرح. طب ما تشرحوه كده. لربما أتى اليوم الذي نعتقد أنه سيأتي، سنعقد فيه مؤتمرا صحفيا أو ننشر مذكراته في كتاب اسمه عشت في تابوت يحطم مبيعات السوق. قلت: إن هذا المسخ محظوظ جدا، لكن أتمنى لو عدت للحياة بعد مائة عام لأرى حال السياسة والعلم والمجتمع والناس وقتها. فاعت في المكان رائحة لا تطاق لأحشاء الخفافيش اللعينة، واستمررنا على مضض في عملنا. اللعنة، فهمت الآن لماذا لا يبعث مصاص دماء إلا كل مائة عام. ثلاثة علماء يعملون في صبر من أجل إثبات وهم. الفصل الخامس. شيء ما. جلست في حجرتي المريحة التي أعطانيها دكتور ريتشارد في بيته الريفي الجميل. كنت قد غادرت الفندق منذ ثلاثة أيام، لكني تركت هنالك أمتعتي لسبب ما لم أدري ما هو. شعور غامض في أعماقي جعلني أترك جزءا من ذاتي خارج جدران هذا البيت. أشعلت سيجارة وشعرت أفكر: ما الذي جعلني أقحم نفسي في هذه القصة؟ إنه ذلك الولع المجنون، تلك اللذة المثيرة الكامنة في قصص جدتي عن الغولة والنداهة. وكنت أتساءل: كيف تبدو هذه المخلوقات ولماذا؟ اختار الفولكلور الشعبي لها صورة الأنثى. ثم كبرت وبدأت أذهب للسينما. أنت تظن؟ وشاهدت لونشاني ذا الألف وجه وفينسنت برايس يلعبان دور الكونت الغامض شارب الدماء. لكم فتنتني شخصية دراكولا، ولكم حيرتني، ولكم أفزعتني. واليوم ها أنا ذا قاب قوسين من حقيقة هذا الكابوس. بل إن صدق أو لا تصدق، مومياء هذا الكون ترقد في بدروم البيت الذي أنا فيه الآن. بل إن موعد استيقاظها هو بعد ثلاثة أيام لا أكثر. ماذا سيقول أصدقاء طفولتي في المنصورة لو عرفوا ما أنا فيه الآن؟ الآن كل شيء معد. دلو بدم الخنزير، الخفاش محنط،
ورفقة اثنين من العلماء حد المزاج ولا يهمهما سوى العلم أيا كانت نتائجه الوبيلة. أضأت الأباجورة فوجدت جوار السرير مجموعة كتب، وعلى السطح كانت رواية برام ستوكر الشهيرة دراكولا. أضأت الأباجورة فوجدت جوار السرير مجموعة كتب. لابد أن دكتور ريتشارد تعمد وضعها جوار سريري لجعلي أعيش في الجو. أطلقت سبة في سري، ثم فتحت الرواية وبدأت أرى أحداثها، وأحداثها ترجفني. يا للخيال المروع العبقري المريض، لكم أحسد مؤلفها. كنت قد وصلت للجزء الذي يدخل فيه الكونت على ضيفه الغافل موثق العقود جوناثان هاركر وهو يحلق ذقنه، وهنا يفكر الموثق كيف لم أرى هذا الرجل في مرآة الحلاقة، وتتصلب عين الكونت على جرح في عنق موثق العقود نجم على الحلاقة و نغط نغط نغط. كنت قد وصلت لهذا الجزء حين دق الباب فأشفلت، ثم عدت للعالم حيث الواقع فنهضت للباب وفتحته. كان القادم هو دكتور ريتشارد، وجايب لك صورة اللي هو الموثق والمراية فاضية وهو وراه الرجل وقف وراه. يعني سأل دكتور ريتشارد: هل نمت؟ من الواضح أني لم أفعل. نظر إلى الرواية على الفراش وضحك: إذن أنت تستعد لضيفنا. ضيفنا؟ قلت في حنق: تبا لها من رواية، وماذا تعلمت منها؟ تعلمت ألا أحلق ذقني أمام دراكولا لألا أجرح، وعندئذ نغض نغض. وماذا أيضا؟ تعلمت ألا أثق بالأشخاص الذين لا تنعكس صورتهم في المرآة. انفجر دكتور ريتشارد يضحك. كان يرتدي الروب وتحته قميص وربطة عنق، وبدا غاية في الأناقة والوسامة، ثم أنه أشعل سيجارة ولم يقدم لي واحدة كعادته، وجال بنظره في أرجاء الغرفة وسأل: لماذا لا تضع بعض الآيات القرآنية هنا وهناك؟ أشرت إلى الكومودينو بجوار الفراش، إلى المصحف الصغير الذي أعطتني إياه المرحومة أمي قبل أول سفر لي بالخارج. ها هو ذا، لكن بغرض القراءة وليس لحمايتي من مصاص دمائك. هز رأسه مؤيدا ونهض في تثاقل متجها إلى الباب مرا أمام المرآة المزخرفة المعلقة. لا، لابد أني متوتر الأعصاب. هل المرآة غير مصقولة؟ أم أن الإضاءة غير كافية؟ أم أن هذا الرجل لا يعكس ظلا في المرآة بالفعل؟ التفت لي في اهتمام وسأل: ما سر هذا الهلع على وجهك؟ هل أصارحه؟ كلا، لا شيء، إنه مفعول لروايتك لا أكثر. فكر قليلا ثم قال: رفعت، هناك شيء هام. ما هو؟ شيء أريد عمله ولا أريد للدكتور لوفارسكي أن يعلم به. هل تعيدني؟ أعدك. إذن اتبعني إلى البدروم بعد 10 دقائق. وألقى سيجارته وانصرف في دؤدة. بمجرد أن خرج أغلقت الباب وهرعت للمرآة. إن صورتي واضحة فيها، لكن ما أكثر ألعي بالضوء. رب زاوية انكسار كاملة تحيل الماء إلى مرآة، فلماذا لا تتحول المرآة في زاوية ما وإضاءة ما إلى سطح غير عاكس؟ وحتى إذا لم تعكس المرآة صورته، ما معنى ذلك؟ أنا لا أؤمن بالأشباح، وحتى إذا طبقنا منطق الخرافة نفسها فلا توجد أي ضرورة لهذه الزيارة. ولم يستتبعها شيء. لماذا يريد دكتور كامينجر لقائي في البدروم؟ طبعا ليس للعب الورق ولا لمشاهدة مجموعة من طوابعه، وليس بالطبع لامتصاص دمي، لأني لا أؤمن بكل هذا الكلام الفارغ. ما الذي يريده من مومياء دراكولا؟ ما الشيء الذي لا يريد أن يعرفه دكتور لوفارسكي؟ على كل حال، مضت 10 دقائق، ارتديت الروب وخرجت من باب الغرفة قصدا البدروم. ظلم الرتها وبقايا العشاء على المائدة لم ترفعها ميسيس كامينجر بعد. باب غرفة دكتور ريتشارد يفتح في بطء. دكتور رفعت. نعم. لاحظت أنه يتكلم بصوت عالم فخفضت صوتي في همس كالفحيح. والآن هيا. هيا ماذا؟ البدروم. بدر، هل أنت بكامل قواك العقلية؟ ماذا يحدث؟ عما يتحدث هذا المخبول؟ لكن وجهه كان جادا صارما لا أثر للدعابة فيه. كلماتي اصطدمت بحاجز صلب بارد فسقطت مهشمة عند قدمي. ألم تطلب ذلك مني؟ دقيقة واحدة، طلبت منك ماذا؟ النزول للبدروم.
متى؟ منذ 10 دقائق في حجرتي. أعتقد أنه لابد من اختصار هذه المحادثة التي لابد أنك أدركت فحواها. هو يعرف ويؤكد ويقسم أنه لم يأتي لحجرتي أبدا، وأنا واثق تماما أنه كان عندي لسبب يعلمه الله وحده. محادثة مملة كحوار الطرشان، نتيجتها أن كل منا اعتقد أن الآخر كاذب أو معتوه. هل تعرف يا دكتور رفعت؟ قالها في غموض وهو يضيق حدقتي عينيه مسططا. يبدو أن كلينا على حق. كيف؟ الأمر واضح، هناك من حاول استدراجك للمدروم لهذا زارك في صورتي. هل سنعود لهذا الهراء؟ رد عليه، قل لي، ألم تلحظ شيئا غير عادي في هذا الزائر؟ فكرت للحظة ثم قلت بلا مبالاة كمان، لا شيء سوى أنه لم يترك انعكاسا في المرآة. هل لك في شريحة جنب يا دكتور رفعت؟ سألتني مسيس كامينجر في رقة ونحن جلوس حول مائدة الإفطار. هززت رأسي أن لا، فصبت المزيد من القهوة في فنجاني قائلة أني أبدو منهكا. كانت ليلة شنيعة سيدتي، زارني أحدهم وهنا أخرستني نظرة شزراء من عين دكتور ريتشارد كي لا أسترسر في كلامي. غريب هذا، في شمس الصباح كان ما حدث أمس يبدو ضبابيا وسخيفا. إنما حدث ليلا هو دعابة لا أكثر، أو هو على أقصى افتراض هلوسة شاذة نتيجة لقراءتي قصة برام ستوكر الشنيعة. بعد الإفطار دخلنا مكتب دكتور ريتشارد والتففنا حول صاحب الدار الذي أشعل سيجارة وقال مبتسما، أمس تلقى دكتور رفعت زيارة لطيفة وحكى قصة الأمس لدكتور لوفارسكي الذي أخذ يصغي وهو يرمقني بعينين حادتين كالصقر. فما إن انتهت القصة حتى ساد الصمت. بعد دقائق قال دكتور لوفارسكي بصوت رتيب كالقضاء، أعتقد أن كل شيء يتوقف على دكتور رفعت. سألته في دهشة، ماذا تعني؟ قال في ثقة، لا غبار على قصة دكتور ريتشارد، لكن قصتك تحتمل المناقشة. غلى الدم في عروقي، هل تعني أنني كاذب؟ لا يا صديقي، بل أعني أنك واهم. هززت رأسي، في الواقع إنني أنا نفسي لم أعد واثقا من شيء، كل ما رأيت كان ملموسا وماديا إلى حد مرعب. لكني لم أهلوس من قبل، لربما كانت كل الهولاوس مقنعة هكذا. ثم تذكرت شيئا يلي من أحمق، تعالي معي إلى غرفتي. وفي غرفتي كان الفراش بحالته لأني لا أرتب سريري أبدا عند الاستيقاظ. تريان الآن ما أعني؟ وأشرت إلى رواية برام ستوكر المفتوحة والمصحف الصغير على الكومودينو موضوعات حديثي مع الزائر. قال دكتور ريتشارد، هذا لا يعني شيئا، من الطبيعي أنك أقحمت في هلوستك بعض الموجودات الحقيقية في غرفتك. وهذا، نظر إلى ما أشير إليه، الدليل الدامغ على سلامة عقلي. هناك على مشمع الأرضية كان عقب سيجارة محترق، سيجارة من النوع الذي يدخنه دكتور ريتشارد ولا يدخنه أحد غيره. قال دكتور لوفارسكي، شيء بسيط أيها الشاب، لقد قدم لك دكتور ريتشارد إحدى سجائره. وقطع كلامه، إنه لم يقدم لي سيجارة في حياته. اسمع يا صديقي، إن الحياة مليئة بالتعقيدات ولا تحتمل أكثر، لماذا تملأ الدنيا صراخا على عقب سيجارة؟ صرخت في غيظ، أنا أقول أني واثق أن شخصا أو شيئا اقتحم حجرتي ليلا ودعاني للنزول للبدروم، وهذا العقب هو الدليل على صدق كلامي. ثم نظرت لدكتور ريتشارد متوسلا، دكتور ريتشارد، لماذا لا تقول أنك كنت تمزح وتريحنا من هذه السفسطة؟ تحشم أيها الشاب، أنا لا أكذب. لكن التفسير العلمي الوحيد هو أنك تكذب. أنا لا أسمح، وأطالبك بأن تكون أكثر لياقة مع رجل في سن أبيك. واشتعلت الكلمات، وأظن أنني كنت على وشك ضربي أو هو على وشك طردي لولا أن تدخل دكتور لوفارسكي بجسده البدين بيننا مهدئا النفوس. يا سادة أرجوكما، لقد نسينا شيئا، توقفنا عن المناقشة كي نعرف ما سيقول هذا اليهودي. ما الذي كان على دكتور رفعت أن يفعله في البدروم؟ لا أدري ولا أنا. إذن فلننزل للبدروم ونلقي نظرة. ونزلنا للبدروم، التابوت الكئيب الممل ورائحة العطن، لا يوجد شيء جديد أو يستحق الانتباه، لا شيء يدل على شيء. يا للغرابة، ويا لغرابة ما نحن بصدده. لقد بقي يومان على الموعد المشهود وما زال كل منا عند رأيه.
لكن علامات الاستفهام تتكاثر حول كل شيء. من سيضحك ضحكة الانتصار ليلة الأربعاء؟ الفصل السابع، زائر الليل. في منتصف الليل صحوت على صوت زجاج يتهشم. استغرقت دقيقة كي أفهم أين أنا ومن أنا وماذا أفعل في الفراش، ثم 10 ثوان أخرى أسيب من الفراش حافيا وبالبيجامة إلى باب الغرفة، ثم إلى الطابق الثاني حيث سمعت الصوت. هذه غرفة مكتب دكتور ريتشارد، لا أحد هنالك، لكن الستارة كانت تتموج في صمت في هواء الغرفة المظلمة، مما دلنا على اللوح المكسور هو هنا. أشعلت النور فلمحت شظايا زجاج على الأرض، وبالطبع كما هي العادة معي دست على شظيتين بقدم الحافية فأطلقت سبة وجلست على الأرض كي أخرجها، ثم لمحت عيناي هناك خلف المكتب كان شخصا مختبئا كي لا أراه. الشخص الذي اقتحم النافذة الزجاجية بهذا العنف من أجل شيء لا أعرفه، ولو جريت من الغرفة فقد يهاجمني، لذا تشغلت بمعالجة قدمي وأنا أسب بصوت مسموع. الدم يصفر في أذني والإدرينالين يرتفع في دمي وقبضتي تتوتر، ثم في لحظة واحدة وسبت فوق المكتب وألقيت نفسي على هذا المتلصص. تلقيت لكمة في بطني جعلت الهواء يخرج من فمي، إلا أنني تحملت ورفعت ركبتي لأركله أسفل بطني. سمعته يئن، لكن من هو؟ كان ملسما ولم أرى سوى عينين باردتين كجذاء لندن، رماديتين كضبابها. وجهت لكمة قوية إلى أنفي خلف القناع حتى أنني شعرت بغضروف أنفي يكاد يتهشم، ثم لكمة في صدري. لم أكن رياضيا في حياتي، ولم يكن الكاراتي والجودو والتايكواندو معروفين لجيلنا، إلا أن كل إنسان يمكنه أن يقاتل بشراسة طالما وجد هدفا قويا. وهل يوجد هدف أقوى من أن أمنع هذا المتعصب من قتلي؟ والتحمنا في عراق طويل، كان الوغد قويا وشرسا، لكني كنت حانقا وحانقا وخانقا، مما جعلني خصما مساويا له تقريبا. وفجأة امتدت يده إلى شيء ما على المكتب، وانهالت فوق رأسي ضربة من جسم معدني ثقيل. كلا، لن أفقد وعي، تحاملت لكن الأرض هي التي خذلتني، ولا بد أن فترة فقدان الوعي لم تزد عن 5 دقائق. وعلى الأرض كانت أداة لتسقيب الورق ملقاة بجانبي هي التي حسمت المعركة السابقة. كان الغثيان يقتلني، لكني نهضت، جريت مترنحا للباب المفتوح ونزلت للسلالم جريا إلى المكان الذي كنت أعرف أني سأجده فيه، البدروم. نعم، كان هناك في الظلام بجوار تابوت الكونت دراكولا، وقد أضاء الكشاف الكهربي ووضعه جواره على الأرض، وكان قد قرب وجهه من الكونت وهو يهمس بكلمات ما لم أتبينها، كأنها صلاة وثنية غامضة أو شيء من هذا القبيل. آه، ألم ينتهي هذا الجنون؟ صرخت صرخة أفزعتني أنا نفسي، ورفعت زجاجة ملقاة على الأرض ولوحت بها في الهواء كالهراوة، ثم انقضت على هذا المدعي، ولولا أنه أشفل لهشمت الزجاجة جمجمته في ثواني. وسبك الملسوع إلى الكشاف الكهربي فأطفأ، ثم انهالت علي لكماته في الظلام. إن هذا الوغد يرى في الظلام كالوطاويت، وفي هذه المرة لم أقاوم كثيرا. ظللت فترة ألهس في الظلام ومذاق الدماء المالح يملأ فمي. أعتقد أنني في حاجة لاستعادة طاقتي في المرة القادمة. نور البدروم يضاء، دكتور ريتشارد ولوفارسكي يدخلون وهم بثياب النوم وعيونهم منتفخة من أثر النعاس يحيطون بي. صحت في سخرية مرة، أهنئكم على نقاء ضمائركم. إن الضجة التي أحدثناها كانت كفيلة بإيقاظ الموتى، وأنتم لم تصحوا إلا الآن. وشرعت أحكي ما حدث، وما إن سمع دكتور ريتشارد قصتي حتى انتقع وجهه. وسبق القط إلى غرفة المكتب، وهنا جال خاطر مرعب في ذهني. ماذا لو عاد كعادتي ليقول أنه لا يوجد لوح زجاج مكسور وأني كنت أهلوس؟ إلا أنه عاد بعد دقائق وقد بدأ عليه الاهتمام، ويحمل معه أداة لتسقيب الأوراق تلك التي كادت تهشم رأسي منذ دقائق، وقال: إنك كنت محظوظا يا صديقي. أشرت إلى الزجاجة المكسورة الملقاة على الأرض وقلت: والوغد كذلك محظوظ مثلي. دكتور رفعت: إننا أناس متحضرون، وأرى أن ما حدث لا ينبغي أن يمنعنا من ارتداء ثياب اللائقة حتى نناقش الأمور في مظهر متمدين. رد: سنلتقي في غرفة مكتبي بعد 10 دقائق.
الله من هؤلاء الإنجليز يريد مني حين أجد لصا في داري أن أنهض من الفراش وأمشط شعري وأرتدي ثياب السهرة ثم أذهب إليه وأنحني كجنتلمان قائلا سيدي إذا لم تغادر داري خلال دقيقة أعتقد أنني سأصل بصددكم إلى قرارات خطيرة. أوه شت، المهم أنني عدت لحجرتي وارتديت ثيابي وتأملت وجهي في المرآة. لم تكن هناك عاهات مستديمة والحمد لله، ولكن ماذا سيكون تفسير هذين السيدين لمغامرتي القصيرة الفاشلة؟ وفي غرفة المكتب حيث الستارة لم تتطاير سألت الرجلين والآن ما قولكما؟ قال دكتور لوفارسكي متحاشيا النظر في عيني، إذا أردت رأيي لقلت أن هناك أحداثا غامضة لا يجمع بينهما سوى شيء واحد. في كل مرة إما أن نقابلك متجها للبدروم أو نائما فيه. قال دكتور ريتشارد إني أتساءل عن قصتك القادمة التي ستبرر بها نزولك للبدروم ليلا. صحت في غيظ وقد بدا لي الرجلان شديدي السماجة والجهل. وهل تظنان أنني أحب هذا البدروم العطن وتلك المومياء السخيفة؟ هل أنا أكذب لأبرر عشقي الشديد للجلوس جوار التوابيت في الظلام؟ لم يستطع دكتور ريتشارد أن يمنع ابتسامة على شفتيه إثر كلامي ورفع يده محاولا تهدئتي. أنا لم أتهم ولم أقل هذا، ولكني قلت أن هناك محاولة ما لجعلك تنزل البدروم وحدك ليلا. إن هذا لم يدر بخلدي قط لكنه صحيح. ولنفرض هذا، فما المفروض أن يحدث هناك؟ رد واحد تاني وقال هذا ما اجتمعنا للتفكير فيه، ولكن لماذا لا يكون زائر الليل لصا عاديا؟ نظر لي دكتور لوفارسكي نظرة ذات مغزى وقال اللصوص لا يجسمون جوار التوابيت ليتلو صلاة غامضة، أنت قلت هذا بنفسك هل تذكر؟ أضاف دكتور ريتشارد واللصوص لا يحطمون الزجاجة بهذه الرعونة. هذا اللص أحمق أو هو أراد أن تسمعه أنت، واللصوص لا يدخلون البيوت من الطابق الثاني ما دام عندهم نوافذ الطابق الأول. تنحنح دكتور ريتشارد ونهض إلى الستارة وأزاحها ثم قال هناك ما هو أغرب، هل لاحظتم كسر الزجاج؟ إنه مجرد فتحة صغيرة لا تسمح أبدا بمرور إنسان. نظرت في عيني وقلت لكنها تسمح بمرور. نعم تسمح بمرور بطواط، قال دكتور لوفارسكي المزيد من الألغاز، هل تريدان رأيي؟ أعتقد أن بعض الجماعات السرية أو عبدة الشيطان على علم وجود المومياء لدينا وهم يحاولون سرقتها، لكن أحدا لم يعلم ما نعلم نحن. طالما علمنا ما علمناه من المخطوطات فماذا يمنع أن يعلم الآخرون نفس الشيء؟ إن هذا يدعونا لمزيد من الحذر، لم يبقى سوى يوم واحد على كل حال فلندعو يمر على خير بأية طريقة. ثم هز رأسه وقال لا مزيد من الزيارات الغامضة للبدروم لأن المرة القادمة لن تمر على خير، أريد أن تعود لمصر قطعة واحدة دون ثقوب. ونزل الرجلان السلم في حين تخلفت عنهما. كنت أفكر ما دام اللص لم يدخل من النافذة فهو أحد المقيمين بالبيت، وما دام قويا فهو رجل، وما دام ليس أنا فهو أحد العالمين، وما دام رمادي العينين قوي البنية فهو ليس دكتور لوفارسكي. إذن هو نعم إن هذا يتفق مع حدث بالأمس، دائما هو دكتور ريتشارد في كل حادث غامض ثم يظهر ليؤكد لي أني أهلوس. لكن ما الذي يخفيه هذا الرجل؟ إنه دعابني دعابة عملية قاسية، أو هو مقبول تماما وهو شيء لا أستبعده. إن من عاش حياته وسط هذا الهراء لابد أن يكون مقبولا، ولكن لماذا أنا بالذات؟ لأني أصغرهم سنا وأكثرهم رعونة، ولأنه لم يزل يحمل احتقار المستعمر لأهل البلد الذي استعمره؟ لم تكن 3 سنوات قد مضت منذ حرب السويس، فهل هو ذلك الإنجليزي المتعصب الحقد حقا؟ لا أفهم. على كل حال لم يبقى سوى يوم واحد وليس في جعبتي سوى الحذر والانتظار. دخلت حجرتي وأغلقت بابها، اتجهت للشباك وفتحته، نظرت إلى أعلى إلى نافذة غرفة المكتب المكسورة، خيل لي أن شيئا ما يخرج ببطء من فتحة الزجاج، ثم تبينت ما هو. كان وطواطا صغيرا سرعان ما فرد أجنحته مرفوفا ودار دورتين في الهواء ثم اختفى في الظلام. تقريبا كده أنا بدأت نجمع خيوط تقريبا كده، يعني الوطواط اللي هم حنطوه ده هو اللي بيستدعي روح المصاص الدماء دراكولا. الفصل 8 ليلة الأربعاء. تم إعداد كل شيء، وفي ذلك اليوم خرجت مع ميسيس كامينجر كاترين
في نزهة رائعة في الريف الإنجليزي، وتحدثنا عن كل شيء فيما عدا المومياء الموجودة بالبدروم، وقد خشيت أن ينزلق لساني بشكل أو بآخر، لكنها كانت تعرف كل شيء فيما يبدو. عدنا للبيت عصرا فتناولنا وجبة لا بأس بها، ثم دعانا دكتور ريتشارد إلى النوم لأننا سنقضي الليلة ساهرين. وفي حجرتي غرقت في سبات عميق. ترانسلفانيا، الشيطان، دراكولا، دكتور ريتشارد، سالي، يهوذا، دم وخفاش وقمر وخفاش ودم، 200 عام، جنين الشرير، دراكولا يدخل الغرفة، جئت لأصطحبك، كلا ليس أنا، دعني، أعطيني فرصة للعيش، أنا لست عزرائيل، أنا مجرد مصاص دماء بائس، نظرة يهوذا، ليتني كنت خفاشا يغرد في الصباح، كلا الخفاش لا يغرد. كانت فلاحة ذاهبة للحقل في قريتي حين ماذا؟ لا أذكر، لا تقترب مني. وللحظة لم أعرف أين أنا، هل ظلام الغرفة حولي هو جزء من الحلم أم أني أنا نفسي حلم؟ لقد غابت الشمس وجاء الليل، ولكن لماذا لم يقظني أحد؟ وهنا أدركت ما أيقظني، إنه صوت خطوات غريبة تمشي في الرتبة خارج الغرفة. ثمة شيء مريب في هذه الخطوات، إنها ليست خطوات إنسان يمر عرضاً، بل هي خطوات واثقة متأنية تهدف إلى أن أسمعها أنا. بحذر مددت يدي للأباجورة بجوار السرير وفككت سلكها واتخذت منها أداة صالحة للضرب، وببطء اتجهت للباب. وهناك لشدة ذهولي تجددت الخطوات وتجمد الدم في عروقي. صاحب الخطوات يقف الآن خلف الباب مباشرة، أهو دكتور ريتشارد أم نوفارسكي؟ لكن لما هذا التلصص؟ مددت يدي إلى المقبض وفتحت الباب على ضوء الرتها الخافت، وجدت خيالا مألوفا. دكتور رفعت، لقد حدث شيء. كاترين، ماذا أتى بك إلى هنا؟ وماذا يحدث؟ كانت ساحبة ترتجف وعلى عينيها الزرقاوتين الجميلتين غشاوة متجمدة من الدموع لم تنحدر بعد. لا أحد هناك، لا أفهم، لا أحد هنالك، كل غرفهم خالية، مامي ودادي ودكتور لوفارسكي، كل الغرف خالية؟ كلهم؟ وكم الساعة الآن؟ 11 مساء. إذن بقيت ساعة، كان سيفوتني ميعاد نهوض المسخ. لكن أين ذهبوا؟ هل رحلوا؟ هل اختبأوا في مكان ما؟ ولما تركوني أنا وكاترين؟ أنا خائفة يا دكتور رفعت، لقد نمت نوما عميقا وحين نهضت لم أجد أحدا. كانت كاترين ترتجف كالورقة، فمددت ذراعي وطوقتها. تحرك شيء في قلبي للمرة الأولى، فطنت إلى أنني عشت 35 عاما من عمري وحيدا. يا له من شعور غريب أن تكون مسؤولا عن إنسان ما وأن يحتاج إليك إلى درجة البكاء. أخذت بيدها ونزلنا إلى البدروم، كل شيء كما هو، والتابوت المشؤوم في مكانه، ومومياء الخفاش ودلو الخنزير. قلت لها أنت تعرفين ما كان مفروضا أن يتم هذه الليلة؟ هزت رأسها أن نعم. وتعرفين أن الموعد بقيت عليه ساعة؟ ردت نعم. سألها هل بحثت عن الآخرين في البيت جيدا؟ ردت في الحديقة وفي البدروم لا أحد، لقد تركونا. أشعلت سيجارة وجلست على حافة التابوت مفكرا. سألته هل نطلب الشرطة بالتليفون؟ ليس لدينا واحد، أقرب تليفون على بعد نصف ساعة مشيا. رد حد رائع. وهنا ساد الظلام التام في البدروم، لقد انقطع التيار الكهربائي، ويا له من وقت لانقطاعه. أشعلت شمعة كانت ملقاة على الأرض، ظلان ساقطان على الحائط كأن عملاقين يراقبان ما نفعله ونقوله. قلت وأنا أنفس دخان السيجارة، هل تعلمين يا صغيرتي، يخيل لي أن كل الخطوط تتلاقى في نقطة واحدة، إرغامنا أنا وأنت على أن نكون المسؤولين الوحيدين عن عودة هذا الشيطان. هل نحن أصلح الناس لذلك؟ هل يرى الشيطان فينا من الشر الخفي ما يؤهلنا لذلك ببراعة؟ قالت لقد صرنا مجبورين. هتفت كاترين في حنق، ولكن لماذا نحن مجبورين؟ نستطيع أن نغادر هذا البيت الرهيب وبعد نصف ساعة نصل العمران، الدفء والأمان. صرخت فيها كلا، لو فعلنا هذا لظللنا للأبد نحترق بنيران الفضول الذي لا يرتوي، ولظللنا نلعن جربننا ونتساءل سؤالا لا إجابة عليه أبدا. هل كان دراكولا سينهض؟ إننا ظاهريا أحرار، لكننا في الواقع مقيدون بأصفاد متينة من الفضول العلمي. نحن لا نستطيع إلا أن نستمر،
وسنستمر، ولكن لا لكن، لو ضيعنا الفرصة فلن نعود قبل 100 عام. نكون نحن فيها قد شبعنا موتا، نموت دون أن نعرف. كانت صغيرة السن ولم تفهم كل كلامي، لكنها لم تكن تستطيع أن تنصرف وحدها. إن من دبر هذا الموقف لهو شيطان ذو عقلية جهنمية، يعرف تماما أن من سيتعرض لهذا الاختبار هو لابد مستمر فيه. وأين الآخرون؟ لا أدري، ولا وقت الآن للإجابة عن هذا السؤال. المهم هو أن نعد هذا المكان لاستقبال الكون. بقيت 10 دقائق على منتصف الليل. أحضرت دلو دم الخنزير وقربته من التابوت، ووضعت الخفاش المحنط على صدر المومياء، ثم أطفأت الشمعة حتى لا تضايق سيد الديكور عند نهوضه. بعد 7 دقائق يتعامد المشتري على المريخ وينكشف وجه القمر من وراء الغمام، وبعد 7 دقائق يعرف العلم إلى الأبد ما إذا كان السحر خرافة أم لا، وما إن كان القدماء واهمين أم لا. أما أنا فكنت أردد كالمجنون بالعربية التي لا تفهمها: لن ينهض هذا الشيء، لن ينهض، أنا واثق من هذا، وإلا غدونا في موقف لن نحسد عليه. بقيت 4 دقائق. 3. الفصل 9. المفاجأة. الساعة الآن 12:30. لم يحدث شيء. برغم الظلام الدامس أرى حدود الجسد المسجي في التابوت، وعيني كاترين اللامعتين، وأشم رائحة الفورمالين، وأسمع دقات قلبي. لم يتغير شيء. كان كل هذا وهما. أشعلت الشمعة في تؤدة فأضاءت المكان إلى حد ما، وقد بدا لي الكنت مبتذلا وسخيفا إلى حد لا يوصف. نفس الوجه والشعر وكل شيء. انتهى الأمر؟ قلت لكاترين لكنها لم ترد. نظرة غريبة شاردة في وجهها. لقد حطمت هذه التجربة، لكن لم يكن لي مفر. المهم الآن هو معرفة أين ذهب الأغبياء الآخرون. قد يكونون خرجوا لغرض ما، أو هم مختبئون في دعابة سمجة، أو... وأشعلت سيجارة. غريبة رائحة الكبريت هذه. كنت أحمل قداحة، لهذا اندهشت للرائحة. دكتور ريتشارد كامينجر، الأحمق الذي أفنى حياته في ألعاب سبنيانية، وذلك اليهود البدين، وأنا الذي سأرجع للقاهرة محملا بذكريات بائسة لا أكثر. رائحة الكبريت. الآن أستطيع القول أن العلم هو العلم، وكل ما عداه هو خزعبلات. لكن لماذا تنظرين إلي يا كاترين هذه النظرة الوالهة؟ كنت ما أزال وسيما محتفظا بشعري، لكني لم أكن جذابا لهذه الدرجة، خاصة لفتاة مراهقة. كاترين، هيا نصعد. لم ترد، وفجأة انفرجت تضحك في هستيريا، تضحك وتضحك في الظلام. لقد جنت المسكينة، ثم نهضت وهي تترنح إلي، إلى دلو الدم، ومدت يدها فيه، وأخرجت إصبعها السبابة ملوثا ولعقته في تلزز. كاترين، أيتها المجنونة! التفتت إلي بشفتيها الحمروين وهمست في صوت بارد: أنت لم تفهم بعد أيها الغبي، لم تفهم. ما أغرب هذا الذي تفعل، لقد جنت تماما، والتابوت ظل في مكانه كل هذه القرون، ممددا به الكونت والصندوق العاجي على صدره. لهذا بدت لي قصة دكتور لوفورسكي غير منطقية وملفقة، لأنه لا يمكن أن يقتل في كل مرة ويعيدون تسجيته في التابوت بنفس الوضع. لن تفهم أيها الأحمق. أسنانها تلتمع في الظلام، وهنا فهمت كل شيء. لم يحدث أبدا أن نهض دراكولا من تابوته. كانت الطقوس تتم بجوار تابوته في كل 100 عام، ومن ثم تنتقل روحه لتحل في أحد ممارس الطقوس، يصير هو دراكولا الجديد. في حالتي هذه كنت أنا وكاترين المختارين لهذا الغرض، لهذا استبعد الجميع بصورة ما. والآن كاترين بعد منتصف الليل تغيرت كثيرا جدا. كاترين شربت الدماء وتلتمع أسنانها الحادة في الظلام وتصدر رائحة الكبريت اللعينة. أنا حبس معها في البدروم. لقد فهمت كل شيء متأخرا جدا. دكتور رفعت، تعال وقبلني. صوت مغري قادم من بعيد. إذن هذا هو كل شيء. تعال. ولهذا لم أتحول أنا أيضا، لأنه لا بد لمصاص الدماء الوليد من وجبة عشاء. وبماذا يتعشى إذا غدوت أنا أيضا مصاص دماء؟ قبل أن أفهم أنا نفسي ما حدث، أطلقت ساقي للرياح. جريت كما لم أجري في حياتي، جريت وخرجت من القبو إلى الردهة إلى مدخل البيت. الظلام الدامس جعلني أصطدم 100 مرات بأشياء مجهولة. قلبي كاد يسب من حلقي. الحديقة وضوء القمر يغمرها.
بدأت أركض أركض وأركض من بعيد. لمحت أضواء العمران ورأيت أناسا عاديين. الفصل التاسع، الخاتمة. خلال 24 ساعة كنت قد عدت لبيت السعيد في الدق بالقاهرة. قضيت أياما عديدة أتخيل كاترين تهيم في الفلات المحيطة ببيتهم تبحث عن عبير السبيل، وتخيلتها تموت بوتد خشبي في صدرها. بعد شهور تشجعت وأرسلت خطابا إلى دكتور ريتشارد أو إلى عنوانه على الأقل، فلم يصلني أي رد. أرسلت ثلاثة خطابات أخرى لأن وصلني خطاب من مالك البيت الجديد يقول لي أن دكتور ريتشارد لم يعد يعيش هناك، وأنه ارتحل إلى أستراليا مع عائلته ولا يعرف عنوانه هناك. كم من ليلة سوداء قضيتها أستعد ما حدث وأحلله. هل كنت واهما؟ هل كان هذا حلما؟ أم كان هذا حقيقة تتلخص ببساطة في أن الفتاة قد انهارت أعصابها بفعل التجربة الجهنمية؟ أم كان هذا واقعا عشته حين حبست وحدي في البدروم مع مصاصة دماء؟ لا أدري ولن أدري أبدا. هل قتلت كاترين أحدا؟ هل قتلت كاترين بيد إنسان لم يتلوث؟ إنسان مثل أبيها وهرب بعدها إلى أستراليا؟ أم أنها قتلت زويها في تلك الليلة وجاءت غرفتي تولول وتبكي؟ أم أن الأمر كله دعابة عملية قاسية أجاد حبكها؟ أسئلة كثيرة بلا إجابة ولا أرجو لها إجابة. كل ما أعرفه أنني لن أحضر أبدا أي مؤتمر عن أمراض الدم، ولن أذهب أبدا إلى يوركشاير أو أستراليا، وأبدا لن أشاهد فيلما لدراكولا. شعرات عديدة شابت في رأسي وأنا أنتظر أن يصلني انتقام الكونت دراكولا إلى بيتي في الدق، خاصة وأنا على ما أظن آخر من يعرف حقيقته. وحزم سوم علقتها خلف الشبابيك والأبواب، وأوان فضية وآيات قرآنية، لكن لم يحدث شيء والحمد لله، إما لأن الله ستر أو لأنني كنت واهما في مخاوفي. وبعد سنتين من هذه الأحداث قابلت شيطانا من نوع آخر في مكان آخر، أنساني ما حدث تماما، لكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة، يناير 1992. انتهى الجزء الأول. الجزء الثاني من وراء الطبيعة هيكون بقى أسطورة الرجل الذئب. سلام. هل لك في شريحة جامبون يا دكتور رفعت؟ سألتني مسز كامينجر في رقة ونحن جلوس حول مائدة الإفطار.